السلام عليكم ورحمة الله. خلقنا الله جميعا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن كيف نعبد الله كما يحب ويرضى؟ اصطفى الله عز وجل لنا خير البشر على الإطلاق، وهم الأنبياء والرسل، وبعثهم إلينا ليدلونا على الطريق المستقيم. فهل يعقل ممن اصطفاهم الله أن يدعوننا إلى عبادتهم؟ كيف؟ لا يعقل أبدا. تلك الدعوة الباطلة قال بها أبو رافع القرظي أحد أحبار اليهود، ولكن متى؟ قالها لما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من أحبار اليهود ووفد من نصارى نجران، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته. فقال ذاك الخبيث أبو رافع القرظي: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران يلقب بالرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله. ما بذلك أمرني وما بذلك بعثني؟ فأنزل الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا ينبغي ولا يصح ولا يستقيم ولا يعقل لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه الآمر بالتوحيد والناهي عن الشرك ويجعله حكما بين خلقه ويختاره نبيا ثم يقول للناس اعبدوني من دون الله. كيف لأكمل الخلق على وجه الأرض أن يأتي بأقبح الأوامر على الإطلاق؟ فذاك من المستحيل ومن المحال بحال. أيعقل لمن أنعم الله عليه بتلك النعم العظيمة أن يقول ذاك القول الشنيع والمنكر؟ ولكن يقول كونوا ربانيين. وربانيين جمع رباني، وهو كل من أخلص العباد لله تعالى وحده وراقبه في كل أقواله وأفعاله، واتقى الله عز وجل وجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، وقضى حياته في تعليم الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم. هو ده معنى كلمة رباني، واللي بنقول عليه باللغة العامية والدارجة راجل بتاع ربنا. كونوا ربانيين، حكماء، علماء، فقهاء، حلماء. ومن أهم صفات الربانيين أنهم يقضون حياتهم ما بين تعليم الناس والتعلم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. بما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله تعالى، وبما تدرسونه منه حفظا وعلما وفقها. نسأل الله العظيم أن نكون من عباده الربانيين الذين يعلمون القرآن الكريم ويتعلمونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي ذلك أبلغ رد على النصارى الذين يدعون كذبا أن عيسى عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتخذوه ربا. جزاكم الله خيرا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب
الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب